قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال: هل يعكس محتوى ويكيبيديا التنوع العالمي؟ ويكيبيديا هي موسوعة حرة يستطيع الجميع تحريرها، وهذا ما يفعله ما يقرب من 300 ألف متطوع تقريباً كل شهر. ولأن ويكيبيديا موسوعة يحررها البشر، فقد تكون عرضة للتحيزات التاريخية، وتعد أيضاً منتجاً لمن يشارك فيه. لذا فإن هذا يعد أحد أسباب افتقادنا إلى المعرفة التي تمثل العديد من سكان عالمنا. فعلى سبيل المثال، كانت السير الذاتية النسائية على ويكيبيديا بالإنجليزية أقل من 20%، وكان هذا الرقم أقل عندما يتعلق الأمر بمجتمعات الميم والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين ينتمون إلى الغالبية العالمية. ولكن هذا الأمر يتغير، فيعمل متطوع ويكيميديا في جميع أنحاء العالم على مبادرات لتحقيق المساواة في المعرفة والالتزام بالتركيز على المعرفة والمجتمعات التي استبعدتها هياكل السلطة والامتيازات. معاً نستطيع سد الفجوات وجعل المعرفة مجانية. فلهذا السبب لا يعكس المحتوى على ويكيبيديا التنوع العالمي بأكمله في دقيقة واحدة. هل لديك دقيقة أخرى؟ يرجى مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة.